الله لكم من حياة، هو دستوركم وهو نبراسكم وهو قائدكم وسائقكم إلى الجنة، هو الذكر الحكيم، هو حبل الله المتين، هو الصراط المستقيم. طرفوا بيد الله، طرفوا الآخر بأيديكم فلا تهجروه. ابنوا علاقة محبة ووئام، لا علاقة إعراض وهجران. كلما قويتم مع القرآن قويتم في حياتكم، كلما هجرتم القرآن ضعفتم في حياتكم. ثانوية الإصلاح الإسلامية.